بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله شواطنا تتواصل بميدان الساد. الشوط الأول للمحليات، شوط المهجنات أعلنت انطلاقته. شوط المحليات وبدون أوامر، سيف بسهيل بن خيرة العفاري حققت الفوز والانتصار بأول الأشواط. أما شوط المهجنات أعلنت انطلاقته منذ لحظات معدودة، واللي تصدرت القيادة مصيحة لشفيان بن سالم بن شفيان العامري، انطلقت إلى المركز الأول نقلة من مصيحة إلى المركز الثاني، والمركز الثاني أفعال، وتعود ملكية أفعال سعيد بن سالم الشامسي من يقدم أفعال على المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الكرام بنحاول نتعرف عليها، اللي في المركز الثالث أيضا هناك أيضا اللي هي مناورة مبارك بن معنس بن حربي العامري من يقدم مناورة على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع المسك العيين بن محمد بن شيرة العامري، صحبت هذا الشوط منذ أسبوعين على أرضية هذا الميدان، انتزعت المركز الأول بأول أشواط المهجنات. هذه المسك تعود اليوم في نفس الشوط بأول أشواط المهجنات. متمني لك التوفيق يا أبو محمد بإذن الله تعالى، ونتمناه لكل الأخوة المشاركين والمحبين لهذه الرياضة والمتابعين. نقلة إلى المركز الخامس، المركز الخامس وصل بن خيرة، وصل بن خيرة سعادة سهيل بن خيرة العفاري يقدم أجهاد كما قدم بالشوط الأول رهو، يتواجد بأجهاد على المركز الخامس. والمركز السادس تواجد اغتيال سهيل بن سعيد بن محمد بن كيلة العامري. هكذا الندى وهكذا المسار للست المراكز الأولى بالوفاء والتمام. نعود وإياكم إلى مقدمة الشوط، نعود وإياكم إلى الصدارة، ونتابع اللي متصدر القيادة وماخذ المركز الأول مناورة. مناورة مبارك بن معنس بن حربي العامري قادت المسيرة مناورة، قادت المسيرة مناورة وانطلقت إلى المركز الأول. ها هي أمامكم مناورة تسيطر على المركز الأول السيطرة التامة حتى هذه اللحظات. المركز الثاني، المركز الثاني مصيحة شفيان بن سالم بشفيان العامري من يقدم مصيحة على مستوى المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث أفعال سعيد بن سالم بن خميس الشامسي من قدم أفعال على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع في هذه اللحظات القدوم مشاهدينا الكرام من دلال سالم بن حارب بن مفتاح الشامسي يأتي بدلال على المركز الرابع. والمركز الخامس، المركز الخامس أجهاد، أجهاد لسعادة سهيل بن خيرة العفاري موقعها المركز الخامس. وفي المركز السادس اغتيال سهيل بن سعيد بالكيلة العامري. هكذا الندى وهكذا المسار للست الأسماء المتقدمة في مسار أول أشواط المهجنات. شوط المحليات انتهى، هذا الشوط لايق الاهتمام، شوط المهجنات الأصايل في هذه الأجواء، الأجواء الغائمة، الأجواء الماطرة في منتصف هذا الموسم على أرضية ميدان الساد. نشاهد منافسات أيضا في جارة الديوان العاشرة في صباح هذا اليوم. نسير وياكم اللي حامله رقم واحد مناورة مبارك بن معنس بن حربي العامري متمسك بالقيادة، متمسك بالقيادة. يلا يا مبارك يا بن معنس، الأمور غير مطمنة، غير مطمنة. الشوط يحمل أسماء، يحمل أسماء خطيرة وشعارات خطيرة، وانت نتمنى لك الفوز والانتصار. قائد للمسيرة عند منتصف المدى 2500 انتهت من المسارة، من المسيرة 2500 تبقت من مسيرة شوط المهجنات. وهذه مناورة، هذه مناورة تقدم مناورة قوية للغاية بهذا الشوط ومنفردة بالمركز الأول. المركز الثاني أفعال، أفعال 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 في المركز الثاني، وتعود ملكية الأفعال
سعيد بن سالم بن خميس الشامسي، عليها شعار السعدي، عليها شعار السعدي، اغتيال تغترب، اغتيال تغترب، وسهيل بن سعيد بالكيل العامري. وصلتكم وصلتكم مشاهدينا الكرام، المسك 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 المسك، يالله يا المسك، المسك خطيرة، المسك خطيرة، وكفتها منية بالترشيحات لعيينة بن محمد بن شيرة العامري. بدت تمثل الخطر حينما اقتربنا من نهاية الثلاثة ويتبقن لدينا 2 كيلومترات، بدت ترفع راية الخطورة وتنطلق إلى المركز الرابع، المسك لعيينة بن محمد بن شيرة العامري. وفي المركز الخامس أجهاد 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 سعادة سهيل بن خير العفاري. سيف بن خير يتابع يتابع، يخطط، يبغي يعبر كما عبر بالشوط الأول برهو، ورهو خطيرة، وهذه لا تقل اهتمام أجهاد، موقعها المركز الخامس والمركز السادس. معك يا النيادي، معك يا النيادي، واسمها دلال سالم بن حارب بن مفتاح النيادي على المركز السادس. هكذا الندى للست المراكز الأولى، ونعود وإياكم إلى مقدمة الشوط ونتابع شعار بن معنس متمسك بالقيادة ومناورة. 1500 مبارك بن معنس بن حربي العامري على الصدارة على المقدمة، لازال يحكم مسار الشوط بالهيه مناورة. والثاني اغتيال، يا سلامي يا اغتيال، يا سلامي يا اغتيال، سهيل بن سعيد بالكيلة العامري رافع راية الخطورة، والمسك أصبحت في المركز الثالث، أصبحت في المركز الثالث العيينة بن محمد بن جير العامري. أجهاد سعادة سهيل بن خيرة العفاري على المركز الرابع، الشامسي على المركز الخامس، السادة معك بن مفتاح يا الشامسي يا النيادي. لكن بنعود إلى مقدمة الشوط، بنعود إلى مقدمة الشوط. بدت أيضا بدت حرارة الشوط ترتفع، بدت حرارة الشوط ترتفع، بدأ الضغط من المسك، بدأ الضغط من المسك على الثنتين الكيلو المتر الأخير. يلا يا بن معنس يا بالكيلة، المسك المسك المسك، بدت ترفع راية الخطورة، بدت تضيق الخناق على مناورة، ومناورة صامدة، وبن خيرة غادم، بالكيلة غادم، الأمتار هي تميز مسار شوط المهجنات. مناورة لازالت مسيطرة على المركز الأول بالكيلة. الله 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 الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، تحركت اغتيال، سيف سهيل بن سعيد بالكيلة العامري في المركز الثاني، في المركز الثاني رفعت راية الخطورة، ولكن مناورة بن حربي مبارك بن معنس بن حربي العامري مسيطر على المركز الأول، لكن لا يوجد استقرار يا مبارك، لا يوجد استقرار من شعار بالكيلة، خطير وخصوص بهذا الشكل، خطيرة الهجمة. يا سلام، الله 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 الله، غيرت اغتيال، استلمت المركز الأول بالقوة، ما أيضا، ولكن عادت مناورة، واغتيال عندها الاحتياط، عندها المخزون اللي هلها لانتزاع المركز الأول، وسهيل بن سعيد بالكيل العامري. مناورة واغتيال صراع ونزاع، لكن خلاص كما ذكرت بالقوة تستلم المركز الأول وتهدي الفوز والناموس لسهيل بن سعيد بالكيل العامري. هذه اغتيال المركز الثاني مناورة بارك بن معنس بن حربي. وفي المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدي الكرام لسعادة سهيل بن خير العفاري. وفي المركز الرابع حق أيضا شعار السعدي، والرابعة مع بن مفتاح النيادي، والخامسة للعينة بن محمد بن شيرة. بقية الأسماء اللجنة المنظمة لهذا الميدان، 8:12 التوقيت، تهانينا والناموس لمالك اغتيال سهيل بن سعيد بالكيلة العامري.